أصعب حاجة هي أنك تعيش وانت عارف باللي راك فاقد الذاكرة، والأصعب هي أنك تعرف باللي انت هو المبحوث عليه رقم واحد في أوروبا. كل نهار كسمع سيناريو، كل مرة كنقرأ شي حاجة جديدة، بزاف ديال العناوين، بزاف ديال المقالات، بزاف ديال العائلات محاملينيش، بزاف ديال الأسر تيتمو في والديهم بسبب داك الانفجار ديال الطيارة. كيفاش بقيت انا حي؟ واش بصح انا كيف ما كيقولوا الناس ارهابي؟ وعلاش زعما غادي نختار هاد الطريق هادي؟ علاش ياك قدام المرايه كنبان دري زوين في شكل نقي، علاش زعما غادي نختار هاد الطريق باش نكون ارهابي ونأذي الناس؟ بزاف ديال الاسئله كانوا كيطيحوا لي في دماغي وما كنتش لاقي لهم جواب. اللي عرفوا دابا انا هو السبب اللي خلاني نكون مازال حي، السبب اللي خلاني نكون هنايا هو جوليانا، واحد البنت كانت قالت لي بلي لقاتني طايح في الارض غارق في دماياتي جنب الواد، هزاتني هي وباها وداوني الكوخ ديالهم، داواو لي الجراح اللي كانوا في راسي، هادشي اللي عارفين هما وهادشي اللي عاقل عليه انايا. وجامي ننسى هاد النهار، حسيت بحالا يلا تولدت من جديد. حليت عيني في داك الكوخ، ما عارف شكون انا، ما عارفش منين جيت وشنو كندير تمايا، سؤال حتى واحد الصراحه ما كان عارفه وما كان عارف جوابه، حيت اصلا ما كانوش فاهميني شنو كنقول بالدارجه. داكشي علاش مساكن تعاملوا معايا معامله زوينه، تهلاو فيا واعتبروني واحد منهم، حتى الحالة ديالي كانت صراحة تبكي الحجر. بنادم واخا يكون قلبه قاصح كان غادي يحن فيه، لحمي كله مجروح، سناني مخزين مغوفل، حالتي بحال شي كلب، بحال شي واحد جاي من الماضي وتالف في المستقبل. كان واضح بلي هز ورايا بزاف ديال الأسرار، شنو كندير هنا والسبب اللي خلاني نكون مرمي في داك الواد، وجراح لي كتبان قديمة في الجسد ديالي، طريقة والهيئة ديالي كانت واضحة بلي خافية وراها سر كبير بزاف. دوزت تقريبا مدة طويلة وانا مع جوليانا وباها لويس، كانوا كيتعاملوا معايا مزيان وبديت كنحس بالراحة معاهم. جوليانا كانت كدير كل المجهود ديالها باش تواصل معايا، دبرات على تليفون وكانت كدير واحد لابليكاسيون كترجم الهضره بيني وبينها. ديك الساعه كنت قادر نجاوب على الاسئله بايه ولا لا، ومن كثره الاجوبه ديالي اللي كانت كلها سلبيه عرفوني بلي صفحه بيضاء وما عارف والو شنو كان مكتوب في الكتاب، ما عارف والو، دماغي واقف. ديك الساعه عرفوني بلي فاقد الذاكره، وانا زاد حنوا فيا كتار وكتار. تعاملوا معايا مزيان، كنت كنخرج انا وياهم كيحاولوا يبدلوا لي الجو، كان كل شيء بخير. من بعد 7 شهور جوليانا تحمسات بزاف وقالت لي والو غادي تحيد التغوفيله هادي، تحيد اللحيه والشعر. داكشي اللي وقع، لويس جاب واحد الماكينه ديال الحسانه وبدا كيحسن ليا، وجوليانا كتشوف فيها ما حدو كيحيد اللحية والشعر، ما حد الوجه ديالي كيبان. ديك الساعة قدروا يعرفوني بلي انا مازال صغير، واخا الهيئة ديالي كانت كبيرة ولكن مازال صغير. واحد الليلة كنت ناعس في الكوخ، سمعت لويس كيعيط بجد على جوليانا، من نبرة الصوت ديالو كان واضح بلي ما عندوش خبر زوينة. ديك الساعة قدرت نوض من بلاصتي، حليت الباب وتميت غادي فين كاينين هما. وصلت ولقيتهم واقفين قدام التلفازة كيشوفوا فيها مصدومين. هزيت راسي في التلفازة لقيت صويرتي، دارت ديك اللحظة جوليانا وشافت فيها، والنظرة هاد المرة كانت مختلفة. هزات التليفون وبقات كدير ديك لابليكاسيون كتسول فيها علاش وعلاش كدبتي علينا، انت فاعل، انت مجرم، انت قتال،
شوكيت ديك اللحظه مابقيت عارف ما ندير. بديت كنبكي وبا جوليانا خاف على راسو كاع، ما بغيت نحرجهم كاع. خرجت من الكوخ غادي والدماغ كينزلو، بقيت غادي تعرف اللحظه اللي قربت الفيلاج اللي ما كانش بعيد تمايا. كانوا واقفين بزاف ديال الرجال قدام، قبل ما يهزو راسهم فيا حسيت بلي شي حاجه تلاحت لي فوق راسي. ما بقيت كنشوف والو، عنقني شي واحد وتم غادي بيا. غير بعدنا شويه لقيتها جوليانا، قالت لي ما عندك فين تمشي، غادي تبقى معانا، انت معقل على والو دابا، وبهالظروف ممكن يطبقوا عليك بزاف ديال الحوايج، بقى معانا، وملي ترجع لك الذاكره ديك الساعه تعرف شنو غادي دير. كان هذا هو الملخص الاول من الاستوار ديالي. عارفكم تالفين دايخين كتقولوا شكون انت ومن على الزربه هذه، ولكن يلا معايا دقادق باش تفهموا مزيان الاستوار. المهم دوست مع جوليانا ولويس تقريبا 4 سنين، تعايشت مع الفكره انني فاقد الذاكره وانها ما غاديش ترجع، حيت كل سيمانه كل شهر كنقولوا غادي نرجع الذاكره، ولكن في النهايه ما كاين والو. ولفت العيشه في القريه، ولفت الجو، ولفت جوليانا وحتى باها لويس، ناس اللي ما تخلاوش عليا في الوقت اللي كنت ضايع، وكنت كنحس بلي دماغي كيطفى وكيشعل. مؤخرا وليت كنعس وكنسمع دوك الاصوات اللي سمعتو في الاول، كنحس بلي قريب نرجع الذاكره ديالي. كل ما كنحس بهذا الشيء كل ما كنخاف، كل ما كنزيد نحس بلي هاد السنوات كلها اللي كنت عايش الهدوء والكالم يمكن كان غير هدوء اللي كيسبق العاصفه. في نفس الوقت انا ما عارف الشخصيه ديالي كيفاش دايره وكيفاش غادي تكون، شنو هما الظروف اللي زدت منهم وشنو هما المواقف، حيت هاد الحوايج بالضبط هما اللي كيقروا كيفاش غادي تكون الشخصيه ديالك. كثرت الكوابيس اللي وليت كنعيش مؤخرا خلات جوليانا تمشي لمدريد وتسول واحد الطبيب مختص على الحاله ديالي، بطبيعه الحال من غير ان تجبدني في الموضوع. الطبيب قال لها بلي هادو اعراض كتاكد بلي الدماغ دخل في مرحله العلاج وبلي الذاكره قريب ترجع. من داك الوقت وانا هكا كدوز سيمانه نورمال وما كتبغيش تسالي الا بليله كحله زحله كنحلم فيها عاوتاني بهذا الشيء. انا عارف كيف ما شفت في الاخبار بلي كنت في طياره وبلي ديك الطياره طاحت، ولكن كيفاش كيفاش بقيت انا الناجي الوحيد، وكيفاش جوليانا كتقول لي بلي الوقت اللي لقيناك فيه دابا داز غير 4 سنين، وعلاش في الجرائد لحد الساعه كيقولوا داز على الحادث 6 سنين؟ فين بقيت دوك العامين الاخرى؟ شنو كنت كندير؟ وعلاش انا كلي بحال هكا لحمي كله لاطراس؟ وعلاش البنيه الجسمانيه ديالي قويه؟ واش كنت بطل؟ وخا الصحافه كيقولوا بلي كنت بوديغارد ديال من؟ علاش كيفاش؟ بزاف ديال الاسئله كانوا كيمرضوني لداخل. كانت مرونة الدعوة ديال بصح، وانا كنشوف الفيديوهات والتصاور، كنشوف مرا وبنت في كرسي متحرك كيبكيو وبلي هما العائلة ديالي، كنشوفهم كيبكيو بلا ما ندير حتى شي رد الفعل، لما يتحرك فيه والو لداخل. برغم ذلك كنت مرة كنحاول نعيط ليهم ونسمع صوتهم، ولكن ما كنتش قادر نوصل ليهم. كنت معروف في هاد القرية اللي فيها احنا بالوحش، حيت كانت عندي بنية جسمانية كبيرة بزاف وطويل من الفوق. الفترة اللي دوز سنيت فنات جوليانا انها تخفي الملامح ديالي، سوا بالحسانة سوا باللباس. جوليانا اللي من بين الحوايج اللي خايف نخسرهم اللي رجعت لي الذاكرة. كنظن وصلتكم السيتوياسيون ديالي كي دايرة، حطيتو راسكم في هاد الموقف، وكنظن نتوما براسكم مازال ما فهمتوا والو،
وعندكم نفس التساؤلات. شنو وقع بالضبط؟ الاستوار غادي تبدا. فواحد الليلة كانوا الناس ديال القرية والقرى المجاورة محتفلين بالكريسماس. جوليانا كانت لابسة ومقادة الحالة، وانا لبستني واحد اللبسة ديال بحال ديال هيركول، وكانت دايرة لي واحد الماسك فوجهي كيخلع. بالعاني كنا دايرين الماسك باش بنادم ما يبقاش يحكر فيا بزاف. مشينا احتفلنا كاملين، كلشي كان كيضحك، بنادم كلشي سكران، الشراب غير كيتشاير. انا ما كنتش كنبغي نشرب بزاف، ولكن داك الليله كثرت شويه، كاس ورا كاس، بديت كنتبوق. ولكن رغم ذلك كنت واعي بداكشي اللي كيدوز قدام عينيا. مع ديك الثلاثه ديال الليل كلشي كان بخير، غير بنادم بدا كيفوت، بدات البساله كتبان، ها اللي كيتضارب، ها اللي كيتبسل على البنات. والناس هنايا كانوا قاصحين، ما معاهمش مع الضحك الباسل. وكانت واحد المافيا هي اللي كتحكم في هذه المنطقه كلها، يعني الرجال ديالها كلهم كيديروا ما بغاو، ويا ويل شي واحد يهز عينيه فيهم. من سوء الحظ ديالي ديك الليله ما عرفت شنو نقول، واش من سوء الحظ ديالي انايا ولا من سوء الحظ ديالهم هما. المهم وانا راجع انا وجوليانا ضاحكين فرحانين. جوليانا واخا دوزت معايا هاد الفتره كلها كانت كتقول لي انا كنعتبرك خويا، وفين ما كان كيغربنا بجوج الشيطان كتقول لي لا، ما غاديش نقدر نستحمل الصدمه ملي تسترجع الذاكره ديالك والمشاعر ديالك غادي تبدل. المهم كنا راجعين كنضحكوا، مره كنتشادوا مع بعضياتنا. في الطريق كان البرد بزاف، وقربت من حدايا جوليانا وقالت لي ما عرفتش علاش كنحس وانا قريبه منك بالامان. يلا كنت غادي نضرب ليها بويسو هما يوقفوا لنا واحد الربعه. كانوا سكرانين، غير شافتهم جوليانا تخلعت، ومن الملامح ديالها عرفتهم غادي يكونوا من افراد المافيا. جراتني ديك اللحظه وتميت غاده بيا بسرعه. بداو كيستهزئوا بيا وكيقولوا هرب هرب. الجسد ديال العود والقلب ديال الفار. وقفت ديك اللحظه وقالت لي جوليانا ما تسوقش اليوم. ولكن خوتنا في الله ملي شافوني وقفت اعتبروا هادشي تحدي اليوم، داكشي علاش تمو جايين قاصدين بسرعه. وحنا كنتمشاو بالزربه وهما تابعينا. ملي شافونا بعدنا بزاف، واحد فيهم شير عليا بقرعه ديال الشراب وكانت عامره، ضرباتني للراس، طحت على الارض نيشان، دارت بيه الدنيا. بقيت شاد فراسي والدم نازل، وشريط الذكريات من هاد زاديت كيدوز لي قدام عينيا. ماما كنبغيك بزاف. لا الوالد لا، ما تمشيش تخليني لا. امن ولدي بالاحلام ديالك، وما تخلي حتى شي واحد يوقف لك في طريقك، انا راضي عليك. ليلى كنبغيك بزاف، غير صبر عليا، غادي نخدم وغادي ندير الفلوس وغادي نتزوج انا وياك. كنبغيك كنبغيك بزاف. بصح انت حامله، بصح غادي نولي اب، غادي نولي اب. حط ديك الباليزه، حط ديك الباليزه. حليت عينيا ديك اللحظه، لقيت راسي في الارض، ما وعيت غير على الغوات ديال جوليانا. كتغوت بالجهد. طه طه، هزيت راسي فيها، لقيت ربعه ديال الدياب جايعين كيحاولوا يغتصبوا فيها. تمتم تفكر الدياب اللي كانت واجهت في وسط الغابه. مشيت كنجري ديك اللحظه، شديت جوج الاولين من شعرهم وزاطحتهم مع بعضياتهم، طاحوا الأرض
والثالث هز عليها موس حيت تولي بقى كيشوف فيها باقي نتسنى رد الفعل ديالي. ما غادي يقول لي غادي تندم. خشيت ليه الموس في عنقه. الرابع قبل ما يجبد السلاح حطيت يدي على يديها ويتيلي في راسه. جوج الاولين هربوا ملي شافوا هاد المنظر هذا. جوليانا بقات كتشوف فيهم مصدومه كيسحب لها بلي غادي نخليهم يهربوا. تبعتهم ديك اللحظه بقيت غادي تابعهم حتى وصلوا للساحه فين كان الاحتفال. كانوا تما الناس مازالين واقفين. في الاول كيسحب لهم غير هادشي داخل في الاحتفالات ديال الكريسماس. وصلت عند الاول وقطعت لي العصب ديال رجليه. الثاني طاح في الارض بالخلعة وبقى كيطلب في الناس وكيزاوق وكيغوت. ما كنتش قادر نتحكم في راسي. الناس بداو كيغوتوا ديك اللحظه وتبل البلاد ديال بصح. هاللي هارب من اليسار هاللي هارب من اليمين. وحيت بنادم كان سكران الاغلبيه كيطيحوا كيعاودوا ينوضوا بحال شافوا ملك الموت. كنت كنبان بحال شي وحش واقف هز موس الدم نازل ليا من راسي والماسك. الماسك خلاني نبان بحال شي وحش ادمي. تميت قاص داك التاني طلعت فوق منه بقيت كنتقب فيه في داك الموس كضرب فيه وكنتخيل راسي مضارب مع الدياب في الغابة. كنضرب والدم كيتلاح عليا. متوقف ديك اللحظة ولقيت عباد الله كلهم كيشوفو من بعيد اللي هز التليفون وكيصور اللي مصدوم كيفاش طاها اللي كنا مسمينو الوحش غير على قبل الفورمة ديالو. كيفاش غادي يدير هادشي؟ تمي تراجع ديك اللحظة غادي ومرفوع والدموع كانوا نازلين. وصلت قدام الباب الكوخ ديال دار لويس با جوليانا سمعتها كتبكي من برا وكتغوت. تمي الداخل وعاود وقفت ملي قالت ليها ما شفتيش بابا كيفاش كان كيتصرف. قتلهم بكل برودة. طه بابا لهاد المدة كلها ما كان قادر يأدي حتى فراشة. طه بابا كان بحال شي وحش. حيت الماسك ديك اللحظة وتميت غادي. تميت غادي راجع في حالاتي. عارفكم غادي تقولوا شنو وقع. تذكرت كل شيء. تفكرت كل شيء. بغيتو تعرفوا شنو تفكرت. تفكرت معاناة. تفكرت الظلم. تفكرت الجوع والعذاب. تفكرت الموت. بقيت غادي وكنغوت بحال الحمق. غادي وسط الخلا وما خايفش. اللحظة اللي تفكرت الوالدة اختي ياسمين ومراتي ليلى وباللي خليتها حاملة بقيت شد في راسي والدموع كنزلو. ما كملاش نص ساعة سمعت شي حد جاي كيجري. وقفت ديك اللحظة وبقيت هاز الموس. ملي قربت حدايا عرفتها جوليانا. كانت شادة في كتفها والدم نازل لها من يديها. كتبكي وقالت لي ما عرفتش واش عقل عليا ولا لا ولكن المافيا خداو بابا. انا كانوا غادي يقتلوني ولكن سيفطوني ليك كرسالة باش تسلم نفسك ولا غادي يقتلوا بابا. قرب ديك لحظة محداها بشوية عنقتها وكانت خايفة مني. قربت من عندي بزاف وقلت لها عمرني غادي نساك. تميت غادي ديك اللحظة وعطيها بالظهر. قالت لي طه. درت عندو. قالت لي انا ما بغيتش طه اللي كان معانا هاد المدة كلها. بغيت طه اللي شفت قبيلة حيت عارفة غادي يرجع سالم هو بابا. وانا بغيتكم بجوج تكونوا مزيانين. قربت ديك اللحظة من حدايا ودارت لي الماسك فوشي. مشيت كنجري نيشان الساحة فين كان الاحتفال ديال الكريسماس. كانوا بزاف ديال الناس واقفين تما كيتفرجوا. في الوسط با جوليانا كان طايح مسكين على ركابيه كله دمايات من كثرة العصا اللي خدا واللي عطاوه المافيا. المافيا كان كيسحاب ليهم باللي كيتسناو
دري عادي سخن عليه الراس وقام عارف شنو كيدير. ما فراسهمش بلي كيتسناو الجحيم. واحد دوز عامين في الخلا والقيفار، ما كانش كيتضارب مع بنادم، كان كيتضارب مع الجنون، مع الشياطين، مع الحيوانات المفترسة. واحد طاق الموت 10 ديال المرات وقع ما تمكناش منه. كنت عارف بلي صعيب ندخل في بحال هاد الموقف، داكشي علاش القانون ديالي اللي ديما كيخرجني رابح في بحال هاد المواقف هو كبرت صغار. بالي واحد كاميو صغير ما كانش بعيد على الساحة، مولا كان سكران ناس مسكي على الفولون وطالق المزيكا. دفعتو بشوية جلستو لجيت ليمن، ديماريت الكاميو اونفاس مع الناس، كانوا مجوقين وعطيني بالظهر بحال ديري الحلقة. جبت الكابل ديك اللحظة لداك الكاميو وغير قربت للناس، كلشي بدا كيتجارى ما فهم والو. باش تهزم العدو ديالك ديما واجهه بطريقة العكس المتوقع. خوتنا في الله ما فهموا والو، اش واقع؟ لاش بنادم هربان؟ 20 ثانية قبل ما يوعاو كنت قربت ليهم بزاف، كلشي علق وفرانيت فرانسيك حدا لويس. حليت الباب ومديت ليه يديا، طلع حدايا وكسيرت بالجهد. صوت القرطاس كان كاسر الدنيا والروينة والغوات ورايا. غير في ديك المنطقة شوية فاقموا الكاميو، قال لي اش واقع؟ قلت لي والو، هو يرجع ينعس. نزلت انا ولويس وقلت لي سير خود جوليانا وتسناوني في لاكاف، لاكاف السري. تميت غادي ديك اللحظة وعاود شدني لويس، قال لي مالك؟ كتبان مختلف، مختلف بزاف. قلت لي هذا هو انا، وهكذا بغاتني الظروف نكون. مشيت كنجري ديك اللحظة والموس بين يديا، نوت البلبالة تمايا، ما كاينش اللي ما عطبتوش. ملي الناس ديال المافيا حسوا بلي كيواجهوا شي حاجة مستحيلة نسحبوا، تبلبلات الدعوة ديال بصح. وصلوا البوليس والناس ما كانوش قادرين يقولوا شكون، اكتفوا غير بالراجل دير ماسك. هادشي خلى الرعب يتزاد في المنطقة كلها، وكيف من المغرب كيف ما اي بلاد الناس بداو كيزيدوا في خرات. داكشي علاش السلطات طالبوا في انهم يزيدوا الدم ويطوقوا المنطقة كلها ويقلبوا على هاد السفاح. مشيت ديك اللحظة بسرعة كبيرة للكوخ ديال لويس، غير قربت تمايا لقيت بزاف ديال الناس ديال الساكنة ديال القرية واقفين قدام الكوخ وكيسبو وكيعايرو في لويس وبنتو وكيلومو فيهم. عرفت ديك اللحظة بلي السير ديالي تفتح، ولا مشاو تعرفو بلي انا هو الهارب ولي الدولة كتقلب عليا. صافي غادي يكون مشيت فيها. وقفت ديك اللحظة عليهم غير شافوني كلهم علقو. مشيت للاكاف السري، خرجت لويس وجوليانا، قلت لهم سمحوا لي بزاف ولكن جرى الوقت اللي خاص تحيدوا من هنايا، هزوا الحويج اللي عندها قيمه فقط. دخلوا ديك اللحظه للدار بداو كيجمعوا مساكن حويجهم. عمرني ننسى هذا المنظر، هذا بقى في الحال بزاف. علاش بالضبط انا اللي نعيش هذا السيناريو؟ هاد الناس ما شفت منهم غير الخير مساكن، علاش يتبهدلوا معايا في اخر ايامهم؟ واش فعلا كان خاصني نخدم عقلي وما نسرعش؟ واش بيدي اصلا نتحكم ولا لا؟ خرجنا من الكوخ وشعلت فيه العافيه. لويس ركب في واحد العود وانا ركبت معايا جوليانا، وحنا غاديين في الطريق انتابت باللي جوليانا ما شدش فيا مزيان. قلت لها ديك اللحظه ما تخافيش مني، يمكن كان بالي كدابا انا وحش ولكن الداخل كاين قلب انسان، وهذا الانسان محتفظ بذكريات زوينه اللي دوزت معاكم. نتوما هما العائله الثانيه ديالي، ولكن قبل ما تحكمي عليا ولا تحكموا عليا حتى نتوما، صبروا حتى تعرفوا الاستوار ديالي
في هذا الوقت شدت فيه مزيان، شدت فيه بقوة، وانا نجبر الكابل لداك العود. مشيت بسرعة كبيرة وتباني لويس. مشينا بعدنا لواحد المنطقة اللي بعيدة بزاف اللي كنا ساكنين، المنطقة اللي ما غاديش يلقاونا فيها. من بعد تقريبا الساعة وصلنا تمايا، ربطنا الخيل وجلسنا قراب من واحد الوقت. جوليانا ولويس كيشوفوا فيه وعارف بلي دماغهم عامر أسئلة، شكون أنا، منين جيت، وعلاش هادشي كامل. بقيت متكي على الشجرة وحاد راسي، هاز عود بين يدي وكنخطط فيه في الأرض. هزيت راسي فيهم وقلت لهم، قصتي بدات بحل أي شاب مغربي ولد شاب تزاد في عائلة فقيرة، فقيرة المال وغنية الحب والعطاء، عايشين بمثل ما عدناش وما خصناش، بحالي بحال دراري كلهم في المغرب. كان عندي طموح نكون بوديغارد في المستقبل، ديال شخصية معروفة ولا شي نجم. داكشي علاش ما كنش كنركز بزاف في القراية، ما خديتش الباك ديالي ومشيت تحركت مع الوالد ديالي في المحل ديالو اللي كان خدام فيه. في الوقت الخاوي كنت كنمشي لاصال، كنتريني باش نطلع فورما، باش تعاوني زعما في داكشي اللي باغي ندير في المستقبل. حيت كانوا كيقولوا الدراري باللي ضروري تكون واقف متريني مزيان باش تقدر تخدم بوديغارد، مستحيل يعيطوا لك تخدم وانت رقيق ووقت ضعيف. كنت باغي نخدم ندير الفلوس ان شاء الله في والديا، بحكم انا والخدمه ديال الوالد ما كانش كتجيب لي فلوس كثيره، يمكن في الماضي ولكن دابا ما بقاتش. داكشي علاش كنت مركز بزاف في داكشي اللي كندير، خصوصا اختي الصغيره زادت عندها اعاقه وباللي غادي تبقى مقعده للابد. كنت فرحان بها بزاف وكانت كتموت عليا، كانت عندها واحد الابتسامه كتدفعني باش نستمر. كل شهر كان كيدوز في لاصال، كانوا العضلات ديالي كيبانوا وكيزيد يبان باللي الجماليه عندي زوينه بزاف، خصوصا مع الطوله اللي كانت عندي، كانت معاوناني مزيان. ما كاملاش عام وليت كنبان واقف، بطبيعه الحال ما كانوش عندي الامكانيات باش ناخذ البروتين والمكملات الغذائيه اللي غادي نحتاج. داكشي علاش كنت معتمد على الماكله الطبيعيه، وحتى هي كنت كنتحسر فيها بزاف ديال المرات. من بعد تقريبا 3 سنين ديال المعاناه والتماره وخبيط البارة، كان فلاش ديالي تقريبا 22 عام، وليت كنبان عملاق. في هذا الوقت كنت مصاحب مع واحد الدري سميتو حمزه، كنت معاشر انا وياه، وديجا تلاقينا في غير فلاصال، حتى هو كان كيتريني. الفرق اللي بيني وبينه كان هو مبلي وانا لا، هو دار مصوفين وانا لا. حمزه خوشو كلهم في برا، داكشي علاش كان كيمشي وكيجي وبعض المرات ما كيجيش كاع، ولكن ديما كنبقى انا وياه على التواصل. ملي حسيت براسي ناضي وقادر نخدم بوديغارد، بديت كنقلب على خدامي، والخدام اللي كنت كنلقاه هو نوقف قدام البيبان ديال الكباريات ولي ريستو بار. وهادشي الصراحه ما كانش هو الطموح ديالي، داكشي علاش ما كانش كنقبل به. دوزت تمارة ديال بصح، ومره واحده خدمت انا و شي دراري في واحد لوطيل، نقدموا الحمايه لواحد الوفد من امريكا. ما تبقى خدامي كانوا كيجيوني ماشي من سقف الطموحات ديالي. من بعد عام تعرفت على ليلى، بنت كانت زوينه بزاف واللي خلاني نتغرم بها انها كانت درويشه وداخله سوق راسها. داكشي علاش درت مجهود كبير باش نتواصل انا وياها. ليلى واخا كان الاصل ديالها بنت شاب، ولكن والديها صوفاو، كانت عندها واحد بارتما هوت ستوندينغ. مهم درت انا وياها علاقه، وكنت كنقولها صبري عليا وان شاء الله غادي نخدم ودير الفلوس تقاتل وغادي نتزوج انا وياك. وفعلا في العام الثاني كان جاني واحد الاتصال من طرف مسؤول كيقول لي مرحبا بك، غدا جا عندنا لوطيل فلان فلاني باش نتناقشوا معاك واحد الاقتراح. مشيت لتما الصراحه وكنت متحمس
حيت السيفيات ديالي دافعهم غير على قبل بوديغارد، يعني ما يمكنش هاد الناس يكونوا عيطوا لي على قبل شي حاجه اخرى. مشيت تما لداك لوطيل، جلست معاهم وقالوا لي بلي راه كاين واحد الشخص عنده وزن كبير في اسبانيا وغادي تبقى تمشي وتجي معاه وتكون البوديغارد ديالو، هو راه كيجي بزاف المغرب. قلت لهم اه موافق بلا ما نتردد، بلا ما نتفاهموا على الفلوس على الثمن على التفاصيل. كنت ملهوف على الخدمه، كنت باغي غير نخدم ونسكت الفام اللي. خصوصا من التريكه ديال ليلى اللي كانوا كيقولوا لي غير فسخ الخطوبه معاه غادي تضيع راسك، خونا ما خدام ما والو، غادي يبقى غير كيجرجر فيك. والصراحه الصالير اللي عطاوني ما كانش كبير بزاف، ولكن كنت كنتسمى خدام، يعني الناس ما كانوش كيقدروا يدويو. المهمه كان سهله عندي بزاف، خصوصا خونا كان معظم الاوقات ديالو كيدوز غير في مراكش، مره طنجة مره اكادير. عشيري حمزه كان ديما كيدوي معايا مسكين، وكان حضر الخطوبه ديالي في نهايه العام، نهايه داك العام نيت اللي خدمت فيه. كان صراحه كلشي بخير، كنت مرتاح فرحان، مهلي في الوالد والوالده واختي الصغيره. تكاتبت انا وليلى واتفقنا ما نديرو والو حتى العرس، داكشي علاش وليت كنحاول نضاعف المجهود في الخدمه باش نزيد نوفر الفلوس. وانتم عارفين العرس كيفاش كيتقام والفلوس عرض على هذا عجيب هذا. كنت كنطير كنقلب الفلوس، كنضرب تماره، كنضوب الخدمه، كنت كنخيط وكنفصل، والقدر كان عنده راي اخر. في ديك الفتره نيت اللي كنت كنوجد فيها الفلوس، الوالد ديالي مسكين تبوشري عرق في راسو ومات. صدمه كانت كبيره بزاف وما تقبلتهاش، ما عطاتنيش الحياه حتى 5 ثواني نقول ليها. بزاف ديال الحوايج كنت خازنهم من داخل، وبقى في الحال بزاف تلهيت في الدنيا وما عطيتوش الوقت الكافي. شوكيت بزاف وحيت كملت خدمتي رغم هادشي كامل. السيد اللي كنت مكلف بالحمايه ديالو كان كيشوفني كنقاوم وكنخدم معاه والدموع على خدي، داكشي علاش مسكين وعدني باش يولي يديني مع اوروبا، وهنا الصالير غادي يتزاد. كان مسكين باغي يواسيني بشي حاجه في المصيبه اللي كنت طايح فيها، وحتى ملي عرف الظروف اللي فيها انا وداكشي اللي كندوز منه قرر مسكين انه يعاونني. فعلا صيبت الباسبور ودفع لي المعلومات ديالي، ومن بعد تقريبا 5 شهور على الوفاه ديال الوالد ديالي كانت ليلى وعشيري حمزه معايا ديما. في نهايه داك العام فاجأني توماس راجل اللي خدام عنده بوديغارد بلي غادي يمشيو لاسبانيا، وبلي من اسبانيا غادي يمشيو فهاد الرحله لنيشا لالمانيا سيمانه وغادي يرجعوا للمغرب. صراحه هادشي خلاني نتحمس بزاف، واللي خلاني نزيد نتحمس هو وعدني غادي يعطيني خلاص مزيان. كنت كنبارطاجي كلشي مع حمزه ومع ليلى واللي كانت فرحانه بزاف بهادشي اللي كندوز منه. حمدت الله وشكرته حيت المصيبه اللي فقدنا فيها الوالد كانت هي الانتكاسه الوحيده في داك العام، وبلي اخيرا غادي يجيو الافراح. وتاني اخبار فرحت ليها وفي اللي سمعت ليلى كدوي في التليفون وسمعتها كتقول انا حامله، كنت غادي نطير بالفرحه. دخلت عنده وبقيت كنعنق فيها وكنبوس فيها وكانت مصدومه. قلت لها مالك؟ قالت لي مازال ما درناش العرس، ماما غادي تدور فيها. قلت لها سمعي، انا وياك مزوجين داري العقد ديالنا، اذا هذاك ولدنا. وزيدون توماس قال لي غير غادي نرجع من السبليون غادي ندير لكم عرس، فرحي دابا. ابتسمت ديك اللحظه ليلى، الابتسامه ديالها الصراحه ما كانتش مقنعه، ولكن ما همنيش حيت كنت انا غادي نطير بالفرحه. ما قلنا لتا شي واحد من غير الوالده واختي الصغيره، كان كيسحاب لي بلي صافي اللحظات الخايبه مشات ودابا غادي تجي غير اللحظات الزوينه. جا وقت السفر كنت متحمس غادي نركب في الطياره اول مره،
تواداش مع الوالدة بالدموع. مع ديك السبعة ديال الصباح كما قدرت مسكينة تمشي معي للمطار بسبب اختي الصغيرة. الوالدة كانت متحمسة بزاف وما عرفتش علاش. داك الصباح بقات معنقاني وكتبكي بحال عمرني مازال غادي نرجع. احساس الام لعب لعبو ودابا عاد فهمت البلان. مهم مشينا للمطار خدينا الطيارة نيشا لإسبانيا. دوزنا تقريبا 4 ديال السوايع. من بعد مشينا خدينا طيارة أخرى وهاد المرة كانت طيارة صغيرة. كنت غادي ودير أبل فيديو مع الوالدة وأختي فرحان كنصور ليهم الطيارة وباللي وصلت بخير لسبليون. جلست ديك اللحظة في الطيارة وقلت لهم يلا بسلام عليكم كنموت عليكم. حاولت نتواصل ديك اللحظة مع ليلى ولكن تليفونها كان طافي. بقيت كنحاول نصوني ولكن والو التليفون طافي. كنت باغي غير نسمع صوتها ونقول لها تهلا ليا في ولدي ولا بنتي تهلا في راسها ولكن والو. قبل ما تقلع الطياره بخمسة ديال الدقائق جاني اتصال بنيميرو بريفي. جاوب ديك اللحظه ويا ريتكم ما درتهاش. سمعت صوت كان معدل بشي برنامج. قال لي اسمع في هاد اللحظة اللي انت جالس في الطيارة حنا قدام باب داركم اي حركة منك امك اختك غادي يموتوا. المطلوب منك تقلب على واحد الباريزة صغيرة كنا في الطيارة غادي تلقاها لتحت فين كيحطوا السلعة ديالهم. المهمة ماشي سهلة كيف ما كيبان ليك. كاينين جوج من الحراس ديال الفارو خيمينيس نائب رئيس منظمة في اسبانيا وهما قتلوا مأجورين. المهمة ديالهم هما يحميو داك الباليزة من اي ضرر. الكرة عندك الباليزة ولا عائلتك انت تختار. بقيت كنسمعهم مصدوم وشي واحد كيتفلى عليا ولا ياك ما حمزة شد فيا. قبل ما ندير رد فعل قطعوا لي التليفون. وصلتني تصويرة قدام باب دارنا والسلاح فوق الطابلو دبور ديال الطوموبيل. من بعد وصلتني شيمة ديال الطيارة والكوان في المحطوطة الباليزة. بقيت ساهي مصدوم كنشوف التليفون حاضر راسي توماس الراجل اللي كنت خدام عنده بوديغارد ما فهم فيه والو. قال لي مالك شفتك شبدلتي واش كاع هادشي توتر ديال اول مره غادي تركب في الطياره. قلت لي بقيت مصدوم وكندخل وكنخرج في الهضره. نض ديك اللحظه بغيت نمشي للطواليط ولكن منعوني بدعوى انه الطياره غادي تقلع دابا. ملي كنت راجع بقيت كنشوف الناس وكنحاول نسكاني لهم وجههم وفعلا بانوا لي جوج جالسين ودارين يديهم في جنابهم وكيبانو كيخنسرو. من كثرة ما بقيت كنشوف فيهم ناض واحد وقال لي وات. جلست ديك اللحظة في بلاصتي وعرفت باللي فات الفوت وباللي خوتنا في الله ما كانوش كيضحكوا وباللي كانوا قاصدين هادشي. ولكن علاش انا يا علاش انا بالضبط وفين كيعرفوني كاع؟ عمرني تصاحبت مع شماكرية ما موسخين. غير تحركة الطيارة الدموع بداو كينزلو. بديت كنتخيل الوالدة واختي الصغيرة. ترفعت ديك اللحظة ما بقيت عارف ما ندير. مشيت للطواليط وقلبي كيضرب بالجهد شنو غادي ندير. ما كملاش تقريبا نص ساعة التوتر كان بادي عليا. جبت التليفون وبقيت كنشوف الشيما وعرف ديك اللحظة منين خاصني ندوس باش نزل لتحت. درت راسي دراتني كلشي باش ما يبقاش يجرو معايا الناس علاش غادي جاي للطواليط. في نفس الوقت ما يحسبوش لي الوقت الا تعطلت بزاف لداخل. المره الرابعه اللي مشيت فيها ما لقيتش ديك البنت لوطيس دولار. في بلاصه ما دخلت الطواليط دزت على اليمين مشيت نيشا لواحد الباب ولقيته مسدود مابقاش معافر معاه والو. ديك اللحظه وقفت عليا قالت لي شنو كدير. بقيت عاطيها بالظهر وبقيت كنحاول نحل داك الباب. اللحظه اللي قربت لي مزيان
وقاصتني في كتافي. ضربت بالزربة وضربت لها راسها مع الحيط، طاحت غيبات وقلبت لها حويجة، ولقيت عندها السوارت. خديتهم ديك اللحظة وبقيت معافر مع الباب كنقلب حتى حليتو. نزلت كنشوف التليفون وكنقلب الباليزة، واللحظة اللي لقيتها بغيت نحلها باش نصور داكشي اللي فيها ونرجعها كيف كانت، باش حتى لو وصلنا بخير خوتنا في الله ما يقدروا يديروا معايا والو الا وريتهم التصاور ديال داكشي اللي كاين لداخل. ولكن قبل ما ندير هادشي سمعت الخطوات كثار قراب مني. مشيت ديك لهذا الدركت وصلوا دوك الرجال ودوك خوتنا في الله نيت، دوك القتلة المأجورين، كانوا هازين بين يديهم سلاح، قلبوا براس الباليزة وما لقاوهاش وما يتعصبوا ديال بالصح، وبداو كيقلبوا عليا. كان معهم حتى واحد الراجل وكان معصب وكيدوي بالإسبانية. كنت قادر نسمع الغوات في الطيارة، بقيت مدرك شاد باليزة وكان قفقف بالخلعة. اللحظة يبداو كيقلبوا عليا صافي قلت الأخرى ليا هادي، بقيت غادي كندور. والإسباس في الطيارة ما كانش كبير بزاف، ثلاثة كيقلبوا ليا دونك أكيد غادي يلقاوني. اللحظة اللي قشعوني بديت كنهرب ليهم من قنت لقنت. واحد من دوك الرجال تعصب هو يتيري بالقرطاس، والقرطاسة ديالو قاست واحد المنطقة حساسة في الطيارة وهي تقلب كاملة على اليمن. كل شي طاح ديك اللحظة في الأرض، مشات لي الباليزة من يدي، والمشكل ما وقفش حتى لهاد الحد. بدا كيتسمع ديك اللحظة واحد الصوت كيخلع في الطيارة، صوت كان كاسر الدنيا. وبدات ديك اللحظة الشرارة في المنطقة فين جات القرطاسة. من بعد تقريبا 10 ديال الثواني هو يتسمع الانفجار في داك الكونتينيت فين جات القرطاسة. طارت واحد الشردية كبيرة من الطيارة، والبرد تم داخل بواحد السرعة كبيرة. التيار ديك اللحظة بدا كيخرج السلعة كلها اللي كانت في الطيارة. بقيت متشبت انا غير بواحد السماطي، دوك القتلة المأجورين ولاو فلالس كيغوتو خايفين على راسهم. وسبقهم داك الراجل اللي كان معاهم هو الاول هبط، من بعد تبعوه بجوش. اللحظة اللي بنت لي الباليزة غادة هابطة تفكرت ديك اللحظة الوليدة، تفكرت اختي. واخا عارف الموقف اللي كنت فيه صعيب بزاف، ولكن خفت. داكشي علاش طلقت يدي من ديك الصمتة ومشيت نيشان شديت الباليزة برجلية بجوش. بقيت شادة ولكن ما قدرش نقاوم بزاف. فلتت لي ديك اللحظة الباليزة من رجلية، بقيت متشبت وكنحاول، ولكن كنت عارف غادي نطلق يديه في اي لحظة. احساس صعيب بزاف وعمرني تخيلت راسي غادي نطيح فيه. طيارة تمت هابطة بواحد الطريقة كتخلع، تحل الباب وبنادم كيتشبت باي حاجة كيلقى قدامه. كاع السلعة كانت طاحت وبنادم كله كيخرج من الشراجم الروينة، صوت الغوات وصوت الطيارة والبرد. هبط الطيارة نيشان فوق واحد الغابة كان فيها شجر بزاف، ومن حسن الحظ داك الشجر خفف من قوة الاصطدام. برغم ذلك قبل ما تقص الطيارة الشجرة طلقت انا من السماطي. يمكن هادشي عاوني شوية انني نبقى حي حتى لهاد الساعة هادي. ونعاود لكم هادشي اللي وقع بالضبط. طاحت الطيارة بكل قوة ومن حسن الحظ انها ما تفرقعات ما والو، باقي عاقل. تضربت انا مع الشجر الاولى والثانية والثالثة وبقيت غادي نازل، والسرعة ديالي بدات كتخفاف. ملي طحت الارض طحت على راسي نيشان. فقدت الوعي من حسن الحظ ما كانش كلي، بقيت واعي شوية بداكشي اللي واقع قدامي. العافية كانت شاعلة شوية في الطيارة وصوت بنادم كينين. حاول ديك اللحظة نوقف واخا كان الالم قوي بزاف. تميت غادي كنشوف غير الدبابة. دخلت مع الطيارة لقيت كارثة، ناس تقريبا كلهم ميتين، دمايات في الحيط، واللي مازالين حيين كيتسناو الروح تخرج. توماس لقيته طايح الأرض، كان ديك اللحظة مازال ما مات، ولكن كان مجروح واحد جرحة خايبة في كرشو. جريته من الطيارة وخرجته من الباب ديالها، واللحظة اللي بغيت نرجع نقلب على شي واحد آخر يكون مازال حي، الطيارة انفجرت. انفجرت بقوة. ما
من بعد شدات العافية في الغابة كاملة. هزيت طوماسو وتميت غادي به. غير وصلنا قدام واحد الواد اللي كان كبير بزاف. قال لي طوماس ما غاديش نقدر، حاول تهرب نتايا. قلت لي طوماس اش الخاطر والله؟ عاودت لي شنو وقع بالضبط وقال لي انا تايق فيك ولكن الناس لا، الاخبار ضاعت في الطيارة باللي راك ارهابي، وكان ضل بيروت وصل المعلومة للمركز على هادشي، وغادي يكون عطاهم المعلومات ديالك. سير هرب طاها، انا مستحيل نعيش بهذا الوضع هذا. فعلا توماس ما كامل الساعة مات. هادشي اللي سمعت خوفني ديال بصح، وبانت لي واحد خشبة فوق واحد الواد، طلعت فوق منه تشبت بها وتميت غادي مع داك الواد. المكان دايز فيه بسرعة كبيرة بزاف، بقيت غادي متشبت بيه ومصدوم حتى وصلت لواحد المنطقة غابوية. دوست المعاناة ديال بصح تمايا، تعذبت، كنت كنحس بحال غير كنحلم. او يلا غير دابا شوية كنت راكب في الطيارة فرحان. شنو وقع بالضبط؟ دوست قريبا 3 شهور وانا مجروق تمايا، ما حيتي الناموس اللي كان قد حميريطة، ولا الدبور اللي ياويلك تدوز من حداه، ولا من صوت الدياب اللي كيخلق فيه الرعب كل ليلة. البيئة فرضت علي نتأقلم مع الوضع ونعيش كيف ما كيعيشوا الحيوانات تمايا. وليش بحال شي حيوان، كناكل جيفة، كناكل اي حاجة لقيتها. طيارات كيدوزوا من فوق راسي ليل ونهار. كنت كنبات غير في واحد الكهف صغير، 7 شهور وانا في الخلا، 7 شهور وانا مليوح، 7 شهور وانا كنعاني. كنت كندوي غير مع راسي، وبعد مرات كنهلوس، كضرني كرشي من داكشي اللي كناكل وما قادرش نقول اي، كنشرب اي حاجه بز مني. كنت كناكل غير الشياطه اللي كيخليو الدياب، الجيفه، ما حيلتي الزفوريه ديالهم، ما حيلت الخنز اللي كنعطي في داك اللحم. كنت كناكل اي حاجه، الخنزير وما كانش كنسقلوه. واحد الليله كنت ناعس في داك الكهف، وكانت الشتا كتصب، وسمعت صوت تخرشيش. حليت عيني ولقيت واحد الديبه كانت داخله كتعرج، وكتنين بصوتها. هزيت ديك اللحظه راسي وهزيت العصا، بقيت كنشوفها وكنحاول نخلع فيها ولكن والو، ما تزراتش ما والو. تم الداخله غير دخلت شويه لداخل ونعسات على جنبها، وبقات كتتنفس بصعوبة. هبط ديك الهضرة العصا وقلت هادي مالها، عرفت غادي يكونوا جراو عليها من القاطع ديال الدياب ديالها. تكيت ديك الهضرة وبقيت داير بالي معاها، داتني عيني ونعاس. ملي صبح الصباح سمعت صوت ديال الجرو صغير، حليت عيني ولقيتها والدة ديب صغير كردع فيها. بقيت كنشوف من بعيد وعجبني الحال صراحة. ملي شافتني مسكينة خلعات ناضت وبغات تهز ولدا، ولكن كانت موعتة بزاف، قا ما قدرات، قا ما بغيت نبرزطها ودزت من حدا. خرجت من داك الكافو ومشيت كندور عاوتاني كنقلب على من ناكل، كنحاول نصيد اي حاجة. كنت كنوقف جنب الواد والحوتة اللي بانت ليا، كنضربها بالعصا بالجهد، سوا نجيبها فيها وسوا تعلق. ومن حصل الحظ ديالي كنت ديما كنجيبها فيهم، وخصوصا سمك السلمون اللي كنت كناكل البيض ديالو بشهية كبيرة بزاف. كنت كناكل انا وكندير ديك الكلبة مسكينة، في الاول ما كانش كتيق بيا، ولكن من بعد ولات كتاكل. رغم ذلك الضربة اللي كانت فيها كانت مأطرة عليها بزاف. كنت كنبغي نعاونها ونشوف مالها، ولكن كانت كتخلي مسافة بيني وبينها. ما كملش شهرين مسكينة ديك الديبة ماتت متأثرة بدوك الجراح. دفنت مسكينة ولدها، اعتبرته ولدي، وليت كندير معايا فين ما مشيت، كنوكلو كنشربو، ما بقاش كيبغي يتفارق معايا.
ملي ولات عنده تقريبا ديك 3 شهور كنت كنديه جنب واحد البلاصه كيكونوا فيها الدياب بزاف، كنخليه تما وكنرجع كنجري. قبل ما وصل المنطقه فين كنكون انا كنلقاه سبقني، حاولت نبعدو بزاف ديال المرات ولكن كان متشبج بيا. بلا ما نشعر لقيت راسي مسميه لاكي، كنبقى ندوي معاه كنضحك معاه كنلعب انا وياه، كنا كنعس وحده بعضياتنا وكندفاو بداك البرد اللي كان قاصح بزاف. الريحه ديال الدياب ولات فيا انا، وما بقاوش دوك الدياب الغراب كيميزوا الريحه ديالي، داكشي علاش ما بقاوش كيعتبروني منافس ديالهم او كائن غريب خاصهم يصيدوه. كل شهر كان لاكي كيكبر، سميتو لاكي يعني المحظوظ، حيت كنت كنعتبرو بحالي حتى هو محظوظ. ما بقيتش كنتفارق انا وياه، غادي مجوج جاي مجوج. الظروف اللي عشتها في الغابه خلاتني نكون بحال الوحش، كان لابد نكون هكاك باش ندافع على راسي وعلى لاكي من المفترسين. عامين دوزت في الغابه، قدرت نعيش وما كانش بالساهل. ديك المنطقه ما كانش كيدوز منها البشر، لدرجه الدياف ديك المنطقه ولاو عارفيني، وحتى لاكي كان كيدافع عليا بكل قوه. طوالت فتره كان دماغي خدام كيخيط وكيفصل في داكشي كامل اللي وقع. علاش انا بالضبط؟ علاش يكون زعما توماس هو اللي دار ليا هكا؟ ولكن ميمكنش، اذا كان هو على الاقل غادي يصيفطني بوحدي، ما غاديش يغامر بحياته على قبل ديك الباليزه. عمرني نسى داك التهديد اللي تلقيته في التليفون، ديك الصوره اللي وصلتني قدام باب الدار والسلاح من الفوق، وانا اللي دوزت حياتي كلها ماشي جنب الحيط باغي نخدم الحلال بعد على البلياء داخل سوق راسي. انا اللي تزوجت مراتي حامله، يديروا لي هادشي كامل. كنت كنبقى نفكر في هادشي وكنرجع داكشي لداخل فيا حتى قلبي ولا كحل ظلام وليت حاقد ديال بصح. في نهايه العام الثاني ديالي في ديك المنطقه اللي كنا فيها انا ولاكي، داك يوقع فيها بحال الجفاف، داكشي علاش الحيوانات كلهم هاجروا، الطيور الزواحف وكلهم هاجروا لواحد المنطقه اخرى، حتى من الدياب ديال المنطقه مشاو لديك المنطقه. مشيت انا ولاكي مسافه طويله بزاف غادين، الشمس فوق منا كنعسو غير في الخلا. وصلنا تما وما كانتش هذه هي الفكره ديالي بوحدي، كانت فكره ديال بزاف ديال الحيوانات المفترسه، وكلهم جاو لديك المنطقه. دوزت الحرب تما انا ولاكي، تما رسميا عرفت بلي انا وليت انسان متوحش. كيفاش كنجري على الدياب، كيفاش كنضارب معاهم على الصيد. دوزت تقريبا سيمانه وما كنش كنظن نهائيا بلي الدب حتى هو غادي يكون في هاد المنطقه. واحد الليله كتنعس ولكن كان كيدير واحد الصوت حدايا، ومره مره كيقفز. اش كنقول ليه؟ اسكت اصاحبي اسكت. ما حليت عينيا بل ديال خيال كبير داز من حدايا القدام. توقد ديك اللحظه هو وبالي لاكي راجع باللور وكيبان خايف. ويلي نض ديك اللحظه على ركابي وحققت مزيان، هو يبالي دب كبير خارج من بين الشجر، واضح باللي جيعان بزاف وجر هاد المنطقه حتى هو كيقلب على ما ياكل، وواضح كشر باللي شم ريحتي وباللي في هاد اللحظه كنبان ليه وجبه زوينه. ديك اللحظه تم جاي قاصدني بالجهد، نط قفز من بلاصتي وتميت غادي كندردك انا هو انا ولاكي. بقيت غادي كنجري بزاف، الليل ما كانش واضح شنو كاين قدامي، بقيت غير غادي كنجري. والدب ملي كتهرب ليها هادي أسوأ حاجة ممكن دير. بقيت غادي كندردك هو تاباني. اللحظة اللي وقف لاكي بقى كيدير واحد الصوت وكينبح، ما فهمتوش أنايا. ملي شفت راسي لقدام لقيت راسي قدام واحد الحافة، من حسن الحظ ما كانتش عالية بزاف، يعني ما غاديش نموت ولكن غادي ناكل لسا.
نقص بدون تردد حيت كيف ما كان الحال كيف ما كانت غادي تكون الدقه هذه كانت غادي تكون احسن من المخالب ديال داك الدب اللي كان جايع بزاف. ملي نقص كما طحت مزيان كاع زلقت وطحت على راسي نيشان بقيت كنشوف السماء دموع نازلين والدم كنحس به سخون نازل الدب فوق مني كيغوت ولا كيحشى هو وكنت حاس بلي الدب غادي يضرب لي الدوميتور وغادي يقرب ليا داكشي علاش تميت غادي جنب الواد غادي كنزحف اللحظة اللي قربت الواد وانا نلوح راسي تميت غادي مع الواد بسرعة كبيرة بزاف من بعد فقدت الوعي حتى حليت عينيا في واحد الكوخ كانت بجنب اليمن واحد بنت زوينة سميتها جوليانا وفي اليسار كان با سميتو لويس كنظن دابا عرفتو الكمالة عرفتو داكشي كامل اللي وقع ليا هزيت عيني في لويس و جوليانا ولقيتهم كيبكيو متأثرين بهاد ليستوار ديالي الظروف اللي خلاتني نعيش هادشي كامل قالت لي جوليانا شنو كتفكر دير دابا قلت لها ما عرفتش اول حاجه خاصني نعرف الوالده ديالي واختي والمصير ديالهم او قالت لي غير قولها مراتك قال لي لويسا خاص نتحركوا من هنايا نمشيو لمدريد دار خويا مخليها لي تمايا واصلا كنت كنطلع لها مره باش نشوف شنو خاصه كتبقى هي احسن خيار لنا دابا قلت لي اسمح لي بزاف لويس خسرتي كلشي على قبلي خسرتي كلشي بسببي قال لي هادشي وقع دابا وما كلاش نبقاو نفكروا في الماضي المهم دابا هو لقاو الحل شنو غادي نديرو نضنا ديك اللحظه ركبت في العود وجوليانا مشات ركبات مع با بقيت كنشوف فيها مشينا بالخيل مسافه طويله بزاف ملي قربنا من المجال الحضاري وقفنا لويس عطانا السيروت ديال الدار وقال جوليانا انت راك عارفه مزيان العنوان فين جا بالضبط انا غادي نطمئن على الخيل وغادي نلحق عليكم مشيت انا وجوليانا كان ديك الساعه بدا كيصبح الصباح وصلنا لذاك العنوان دخلنا للدار جلسنا واش عندنا التلفازه ولقينا في الاخبار باللي كيدوا على هادشي كامل اللي وقع في ديك القريه وباللي من الاوصاف اللي عطاو الناس تصدمت ملي لقيت الشبه اللي كيقولوا متطابق معايا وهادشي خلى القضيه تحل من جديد موضوع الحقيبه السوداء بان عاوتاني قالت لي جوليانا غادي يكون صعيب عليك دابا تحرك هنا بسهوله مدريد ماشي هي المنطقه اللي كنا عايشين فيها شنو كتفكر دير دابا قلت لها خاصني نعرف بزاف ديال الحوايج شنو وقع بالضبط في الغياب ديالي داز داك النهار وبقينا غير في الدار نهار كله وانا كنفكر شنو غادي ندير في هاد المصيبه في العشيه جا لويس وتصدمنا ملي قال لنا باللي حتى هو جوليانا كيقلبوا عليهم وكثر من هادشي باللي متهمينهم بتهم اللي خطيره بزاف الوضعيه ترونات ديال بصح كلشي خايف كنت قادر نشوف النظره ديال الخوف جوليانا وحتى في باها مسكين اللي كان عايش حياته نورمال حتى جيت انايا داس الليله في الصباح فقنا فطرنا وتالفين الشرجم كما كنقدروا نطلو منه خرجت من بعد انا ومشيت ناخذ كارت سيم ملي كنت راجع لقيت ثلاثه ديال الطوموبيلات واقفين قدام باب الدار تشاوشوا معايا على بونت وكانوا طوموبيلات ديال البوليس بقيت كنشوف من بعيد ومصدوم مهزت راسي في واحد مول الحانوت لقيتو كيصور فيا بالتليفون مشيت كنجري ديك اللحظه وبدا كيغوت بالجهد تبل البلاد ديال بصح وتبعوني البوليس بقيت غادي كنجري ودس من بزاف ديال الزناقي ودخلت مع واحد الباب ديال واحد الدار من حصل لحد الناس ما كانوش في ديك الوقيته طلعت للسطح وتكوينت في واحد القنت وما بقيتش كنتحرك ما كاملاش رابو ساعه الهليكوبتر كانوا كيدورو في السماء وانا في المود ديال الخلع من بعد تقريبا ساعتين عاد تكالمات الاوضاع لبس حوايج جداد من ديك الدار اللي كنت فيها
درت كاسكيت بقششت الدار مزيان ولقيت واحد التليفون. خرجت من تما ومشيت نيشر واحد الجردة، ركبت الكارت سيم وبديت كنحاول نتفكر النمره ديال حمزة الدري عشيري، هو اللي غادي يعتقلني في من هاد المصيبة اللي فيها انا دابا. بقيت كنجرب في النوامر والو ما بقيتش عاقل. من بعد جربت نعيط لوالدة في التليفون ديالها وحتى هي كان طافي. تفكرت النمره ديال الملحانوت اللي حدانا وغير صونا التليفون قلبي تهز من بلاصتو. سولت على الوالدة وقال لي ما بقاو ساكنين هنايا وباللي مشاو العروبية شي 3 سنين هادي. قال لي الحاجة مسكينة ما بقاتش قادرة تعيش هنايا وما بقاتش قادرة تخلص الكرة وراها مشات. قال لي شكون انت؟ شكون انت اللي كتسول عليها؟ قطعت عليه وبديت كنحاول نتحكم في راسي ولكن الدموع كانوا كيسبقوني. تفكرت ديك اللحظة النمرة ديال ليلى، حاولت نعيط لها ولكن والو، تليفونها كان طافي تايه. ضاروا بيا الحيوط وحمزة الوحيد اللي غادي يقدر يعاوني. حمزة اللي كان كيجي السباليون وساكن هنا وعنده الامكانيات باش يعاوني. دخلت ديك اللحظة الفيسبوك ديالي وما بقيتش عاقل على المود باس، كريت كونت جديد ودخلت عند حمزة. بغيت نصيفط ليه ميساج ولقيتو ديزاكتيفي هاد البلان. دخلت للصفحة الشخصية ديالو ولقيتو داير العنوان ديالو. قايد تشوف ورقة ومن حسن الحظ حتى هو في نفس المدينة اللي فيها انا دابا، مدريد. درت العنوان ديالو في الماب وتميت غادي متبعو. بقيت غادي تقريبا مسافة طويلة ومرة مرة كنت كنوقف وكندير اوتو ستوب. وقفات لي واحد الشيبانية وجلست حداها وعطيتها الورقة تقرا العنوان اللي غادي يمشي ليه. قالت لي انا تقريبا غادي لنفس البلاصة. بقات غادا المرأة وما كتساليش من الهضرة. اللحظة اللي هزيت راسي فيها وانا معصب وهي تقفز، قالت لي عافاك ما تقشنيش عافاك. قلت لها شوفي قدامك، لا تقتلينا بجوج انا وياك. ما كملاش 5 دقائق قالت لي كتبان ظريف. قلت لها باش مرة اخرى ما تبقاش تشيقي بالاعلام. وصلتني القنت اللي كنت غادي ليه. قبل ما نزل قالت لي عافاك ممكن سيلفي. قربت من حداها وعنقاتني وخدات صورة. كنت عارف بلي صافي كماتي دارت بوم دونك ما كاين لاش نخزنها. مشيت كنقلب حتى وصلت للدار اللي ساكن فيها حمزة. اللحظة اللي تميت غادي قاصت الباب ديالو تم خارج هو كان مزروب، كيلبس حويجو وشاد التليفون بيديه اليسرية. كان سقي سمعتو مزيان شنو قال. قال لي وصلوا عندكم خليهم في المخزن انا جاي دابا. اللحظة اللي غادي يمشي عندو خرجت ليلى. ما عرفت شنو كانت كدير تما ولكن وقفات حدا وبقات كتلبس فيه في حويجو. من بعد عنقها ويبوسها في فمها ومشى. بقيت واقف مصدوم بلاصي. اوه ما يمكنش، شنو هادشي؟ بديت كنقول بزاف ديال الكلام مع راسي. تعصب ديك اللحظة كنت باغي ندير رد فعل اللي خيب بزاف ولكن مع راسي قلت تقريبا هادي 7 سنين وانا غابر نورمال تبني حياته ولكن واش ما كاينش في العالم من غير حمزة؟ وحتى حمزة واش ما كاين في العالم غير ليلى؟ ليلى اللي كان واضح باللي خايفة بزاف، شافت لي من وليسر وعاد سدت الباب. بقيت واقف تما مشوكي. في ذاك الوقت تليفوني بدا كيصوني. جاوبت لقيت ام الحانوت قال لي انت سولتي على الحاج ياك ام طه؟ قلت لي اه ياك لاباس. قال لي راه وصلتني خبر جديده باللي جاو شي ناس وداوهم من تمايا وتا واحد ما عرف فين. تصدمت وقلت لي كيفاش شكون قال لك هاد الهضره؟ قال لي شي ناس كيعرفوني من تمايا من العروبيه. بقيت مصدوم اواه شكون غادي يكون داهم. بقيت تما تقريبا واحد ساعتين بقيت كنتسنى حمزه يرجع. من بعد وقفات نفس الطوموبيل اللي مشى بها حمزه. اللحظه اللي نزل ونزل الكرسي متحرك قلبي تهز من بلاصتو.
راك عيط في التليفون وخرجت ليلى ديك اللحظة ومشات عاوناتو. نزلو اختي وحطوها في الكرسي المتحرك وهي كتبكي. من بعد نزلت الوالدة، واكثر من هادشي نزلت واحد البنت صغيرة تكون عندها شي 5 سنين ولا 4 سنين. بقيت كنشوفو مصدوم، بقيت مشوكي ومعرفتش من ندير. ديك اللحظة جبت الموصل ويدي كترعت. بغيت نمشي ديك اللحظة وتفكرت جوليانا ولويس بلي مشدودين وبلي هادشي اللي غادي ندير دابا ما غادي يفيد بوالو، والناس مساكن ما داروا حتى شي دن في حياتهم. بقيت واقف ديك اللحظة وكنت رعد دموع كينزلو، ما عرفتش علاش حسيت بالخيانة، حسيت بالطعم ديال الخيانة. عاد فهمت علاش حمزة كان ديما كيبقى يضحك مع ليلى بزاف، كيبقى يشوف فيها نظرات اللي غريبة. عاد فهمت علاش كان كيجبد فلوس وكيدوي ديما على حياة الرفاهية، ديما كان كيدوي هاد الأمور هادي. عاد فهمت علاش قبل ما نتحرك في الرحلة مع توماس كان كيسول وكيعاود فين وصلتي شنو درتي. ما رديتش البال، كنت حاسب أخويا فرحان ليا وكيسول فيها. حضرت راسي ديك اللحظة من تمايا وتميت غادي وكنبكي. شنو غادي ندير دابا؟ يلا دخلت ممكن نعتق الواليدة واختي، ولكن في المقابل غادي نخسر جوليانا ولويس للأبد. شنو غادي ندير؟ مشيت لواحد الجردة وبديت كنفكر في الخطة اللي غادي ندير. بقيت كنقلب على المعلومات ورجعت للماضي، نهار الحادث بالضبط والناس اللي تأثروا بزاف بهذا الحادث. بقيت كنشوف العائلة مساكن كيبكيو وكيطالبوا بالجاني انه يتشد في الحبس. بقيت كنقلب وجبت السمية ديال رئيس المنظمة، بحثت عليه مزيان ولقيت العنوان ديالو وبلي كيعيش في واحد القصر نيت في مدريد. تم فكرت بلي خاصني نتلاقى معاه ليلي هاليا. مشيت خديت طاكسي ووجهي باين. ملي قربني للقصر ما بغيتش نبين ليه بلي غادي للقصر نيت، وانا عرفتو عرفني من البداية. ملي نزلت يلا غادي نقول يسمح لي ما عنديش فلوس ويجب بالكابلي. خونا في الله وصلني مسكين بزز، كان واضح بلي مخلوع. تميت غادي ديك اللحظة لديك القصر، تميت غادي من جهة اليمين ديالو من جهة السور غادي وحاد راسي. الحراس اللي دزت من حداك يقول لي ما تدوش من هنايا. بقيت غادي وقام مسوق ليهم كاع حتى وقفت قدام الباب ديالو. وقف علي ديك اللحظة واحد الحارس وقبل ما يهز علي السلاح خطفته لي من يديه، قراطيتو حطيت لي السلاح في راسو، ضربوا بيا الحراس كاملين وموجه الأسلحة عليه. صوني ديك اللحظة في الانترفون في البطونات كاملين. ما كملاش 3 دقائق تحل الباب، خرج واحد من الحراس كيبان هو القائد ديالهم، قال لهم كالما هبطوا السلاح ديالكم. شاف فيا انا وقال لي هبط السلاح. بداو كيقلبوا فيا ديك اللحظة وتميت داخل. قبل ما نوصل داخل بزاف تم خارج رئيس المنظمة، شفتو عرفتو من التصاور اللي لقيت في الانترنت. قرب من حدايا ومصدوم قال لي ما عرفش شنو كيدور ليك في راسك، شنو كيدور ليك في بالك، ولكن كنظن بلي احسن حاجه درتي هي جيتي عندي. شدني ديك اللحظه من يدي ودخلني لداخل. قال لي الحارس ديالو سيدي راه كيشكل خطر عليك، راه كنا عارفين الوحشيه اللي فيها. كما تسوق لي كاع وتم غادي بيا، دخلني البيرو ديالو سد الباب وقال لي عاود لي. سنوات وانا كنخيط وكنفصل مع راسي وما فهمتش وما لقيت جواب وما لقيتش تفسير لهادشي اللي وقع. كيفاش ولد بحالك ما عنده السوابق، ماشي عضو من اعضاء المافيا، غادي يدير هادشي خصوصا انه عندك عائله وكتحماق عليها؟ عاود لي داكشي كامل اللي وقع بالتفصيل الممل. وقال لي فاش كتفكر دابا؟ الحقيبة السوداء ما خاصهاش نهائيا تطيح بين يدي المافيا. قلت لي الحقيبة مازال كاينة في منطقة قريبة من البلاصة فين طاحت الطيارة. تصدم وقال لي ما يمكنش، حنا قلبنا كل شيء.
لقينا قال الحويش اللي كانوا تما محروقين، ولكن صراحة ما لقيناش شي حاجة كتأكد بلي الحقيبة السوداء تحرقات. قال لي وزيدون الأرض كلها قلبناها وحفرناها كاملة. قلت لي أنا عارف شنو كنقول، دوس عامين تمايا. قال لي مستحيل، كيفاش قدرتي تعيش تمايا هاد المدة كاملة؟ هذيك منطقة محظورة وممنوع البشر أنهم يوصلوا لها. قلت لي شاءت الأقدار أنني نعيش هادشي، وفي وسط الفوضى كلها اللي فيها أنا دابا بزاف ديال الناس ضرموا معايا. داكشي علاش بغيت ننتقم بيدي، في المقابل بغيت منك تساعدني نخرج من هادشي كامل ونعيش حياتي نورمال كيف كنت. بقى ساكت ديك اللحظة وقال لي يا واخا شنو الخطة ديالك؟ قلت لي الخطة ديالي غادي تبدا من دابا. قال لي شوف انا عارفك صادق في كلامك، وانا غادي ندير معك مجهودي كامل وغادي نوفر لك كل شيء. قلت لي شكرا بزاف. داز ديك الليلة ودوزت في القصر. الغد في الصباح الرجال ديال رئيس المنظمة حضروا لي النمرة ديال حمزة واكدوا لي بلي هو عضو من اعضاء المافيا، وتأكدت بلي هو وليلى غادي يكونوا داروها بيا باش نخوي الطريق. قديت الامور ديالي وعيطت لحمزة، غير سمع صوتي وهو يتصدم. قساكت تقريبا واحد 54 ثانية. قلت لي حمزة خويا انا محتاج ليك بزاف عفاك. قال لي فينك؟ عطيتو لهم بلاصمون فين كاين انا دابا، وبقيت كندوي مع الرجال ديال رئيس المنظمة باش يراقبوا ليا واش جايب بوحدو ولا مع شي واحد اخر. في نفس الوقت الرجال ديال رئيس المنظمة بقاو مراقبين الدار ديال حمزة باش يأمنوا الوالدة واختي ويعرفوا فين مشاو لداهم شي بلاصة اخرى. جا عندي حمزة وتأكدت بلي هو بوحدو، غير شفتو مشيت كنجري عندو وعنقتو، بقيت كنبوس فيه وكنمثل زعما راني كنبكي. ديت وجبت معاه في الهضرة وجبت لي الموضوع ديال الحقيبة السوداء. قال لي فينا هي؟ عارفة فين كاينة؟ قلت لي اه. ما فهمش شنو عاجبكم فيها؟ كلشي كيسولني عليها، وكاينين بزاف ديال الناس يتواصلوا معايا ومستعدين يعطيوني فلوس كثيرة. انا غنظلوم حمزة، والله حتى غنظلوم بالله. داكشي كله اللي كيقولوا الناس في التلفازة ما درتش منه والو. شوف الا بغيتي انت ين ما غاديش نقدر نقول لك لا، غير هو بشرط نمشي انا وياك بوحدنا، وديك الساعة نبيعوها واللي عطانا كثر نبيعوها ليه. مزيانة حمزة؟ بقى كيشوف فيا وقال لي اه فكرة زوينة، امتى نمشيو؟ قلت لي حتى من غدا ما عنديش مشكل، المهم هو ندبر في العاقة ونرجع للمغرب. راني توحشت الوالدة وتوحشت مراتي، توحشت مراتي بزاف. بدا كيكحب ديك اللحظة هو قالي واخا غدا ما عنديش مشكل. كنت كنمثل وقلبي عامر هموم، مكرهتش دابا نقطع طراف صغار، ولكن استحملت بزاف ديال الحويش، وكان لابد نصبر. ماشي على قبلي انايا، على قبل الناس اللي كنبغي. بقيت كندور انا وحمزة وكنحس بيها متوتر وكيحاول يخفي داك التوتر ديالو. انا ويتعامل معايا مزيان كيف ما كان في الماضي، اللي قرب الليل كان مقدر يقول لي يلا معايا للدار، حيت انا عارف علاش. داني لواحد لوطيل وقبل ما يمشي قلت لي الوالدة توحشت بزاف، هي وخشي وحتى مراتي، حب حياتي وداكشي اللي في كرشه. ما تصورش حيت توحشت بزاف حمزة. في هاد اللحظة تعصب ديال بصح وقال لي طه بركة، واش انت كتشوف راسك مرون سويع؟ كلشي كيقلب عليك، معيط لي وانا مغامر معاك وبالك تدولي على هادشي هذا. تخص سد عليك الباب وغدا مع الصباح غادي ندوز عندك. مشى ديك اللحظة هو بقيت واقف كنشوف فيه. داس هاد الليلة والصباح حمزة كان متحمس، يمكن كان باغي يطلع جوك على ظهري. خرجت من لوطير ركبت معاها ومشينا لواحد المطار صغير.
مشيت طلعت انا ويا الطياره، تحركات بينا وقلت لها حمزه منين دبرت هاد الفلوس كاملين؟ قال لي راست سنين والصرف تبدلو بزاف ديال الحوايج. قلت لي بصح الله يخلينا في سباقتنا. ايوا حمزه زوجتي درتي شي وليدات ولا مازال؟ قال لي لا مازال، انت عارفني انا عندي غير مع الزهون النشاط. بقينا كندويو باش نبين ليه بلي انا ماس في قلبي من جهته ما والو وغير على نيتي. وصلنا لديك المنطقة وأول صدمة كانت الحمزة هي أنا والطيارة مستحيل تحط هنايا. هنا البيروت قال لنا عندكم حل واحد باش نزلو، هو بالباراشوت. درت أنا وياها ونزلنا وأنا طاير في السماء وكنشوف المنطقة اللي دوس فيها تقريبا عامين. معرفتش علاش حسيت بالحنين وتفكرت لاكي، معرفتش شنو غادي يكون دابا وقع ليه، كيفاش غادي يكون مسكين عاشد السنوات كلها. مستحيل يعيش حيت جامي كبر مع القاطع، شخصيته قوية وغادي يكون مات بحال أمه. نزلنا في الأرض وزيت الكمشة ديال التراب وبديت كنشم فيها. قرب من حدايا حمزة وقال لي تمالك تسطيت ولا مالك؟ قول لي فين كان الحقيبة. قلت لي تعالى تشوف. ديت وقفت قدام الواد قلت ليها هنا كنت دوست بزاف ديال الحوايج، انا كنت ديما كنعوم حيت حوايجي ديك اللحظه وتلاحيت كنعوم باش نبين ليه بلي ما كنت واصل مع حتى شي واحد. قلت لي تلاح قا ما بغا كاع. طلعت ديك اللحظه ودات راسي كنلبس حوايجي وانا نهزو وخطفتو ولحتو فوق الواد. حسيت بيه تعصب ديال بصح وتاكد ديك اللحظه بلي غادي يكون كيتواصل مع خوتنا في الله. ملي طلع من الماء تم جاي قاصدني وكيسب وكيعاير وبغى يصرفقني. شديت لي ديك اللحظه يديه وقلت ليها نو 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 انت في المملكه ديالي دابا ملزوم عليك تحترم والا غادي تندم. حمزه تخلع، عمرو شافني كندوب بهذه الطريقه هذه وعمرو شافني تصرفت معه بهذه الطريقه. وبدا كيهدأ في الاوضاع. لبست ديك اللحظه حويجي وتميت غادي انا وياه. ملي قرب يطيح الليل مشيت للكهف فين كنت كنعس انا ولاكي. تفكرت ديبه مسكينه وكانت كتوجع نهار ولدت لاكي، ولاكي ملي كان باقي صغير وكيلعب هنايا. وانا ناس ديك اللحظه في الليل سمعت الخطوات كثيره في الغابه والتجربه ديالي هنايا عارف بلي هادو ماشي الخطوات ديال الدياب. ما كاملاش 10 ديال الدقائق وقفوا علينا تقريبا 21 واحد كلهم كانوا مسلحين. خرجوني من تما بالقوه وقالوا لي ما عندناش الوقت اللي غادي نضيعوه، حنا ما مساليينش باش تبقى تعاود لينا الخبيرات ديالك. بقى حمزه كيضحك ديك اللحظه مشى حداهم عطاو السلاح وتمو غادي نبيع. قرب ديك اللحظه من حمزه وقلت ليها شنو هادشي؟ قال لي ما تخافش صاحبي غادي تسالي هادشي هذا والمعاناة ديالك غادي تسالي للابد، خاصنا غير نلقاو الحقيبة. تميت غادي بهم للمنطقة فين كاينين الدياب وحتى الدب اللي كان غادي يقتلني وكيتجمعو تما الحيوانات المتوحشة. الليل كامل والصوت ديال الدياب كان مجهد بزاف. خوتنا في الله وخمسة الحين حسيت بهم خايفين غاديين في الطريق وكيقمزوا بوحدهم. وصلتهم للكوان فين بات لي الحقيبة آخر مرة. قالوا لي فين كاينة؟ قلت لهم هنا في هاد الشجرة. هزيت راسي وبقيت كنشوف في الفوق، هزوا راسهم وبان ليهم غير الظلام. قرب من حدايا واحد وقال لي غادي نبقاو هنا حتى يبان النهار، وإلا اتضح بلي كتكذب غادي ناخذ لك القلب ديالك ونوكلوه للدياب كيف ما حمزة خذا قلب مراتك. تمي تقاصد ديك لحظة حمزة قرات محدا وقلت ليه كيفاش واش هادشي بصح؟ بقى حاضر راسو خونا في الله الاخر اللي كان كيدوي قبل ما يقول كلمة واحدة اخرى. جبت الموصى
وضربتو لي في عنقه. مشيت كنجري ديك اللحظه بين الشجر وقام ما قدروا يشوفوني، بقاو كيتيروا في القرطاس وقدرت نهرب لهم. حيد ديك اللحظه الحويج ديالي وبديت كندير داكشي لي سنوات وانا كنتسنى فيه. خوتنا في الله بداو كيقلبوا هازين سلاح وانا كنلعب بهم، كنشير بالحجر وهما كيتيروا بالقرطاس. شي ساعه تقريبا وانا كنخدم فيهم ضيعت لهم تقريبا كميه كبيره ديال القرطاس، ومع الليل ما كنتش مركز مزيان. حمزه قدر انه يتباني قبل ما ندير حركه اخرى، حط لي سلاح في راسي وبدا كيغوت. جاو خوتنا في الله ديك اللحظه وتجمعوا بيا كاملين. قال لي يا حمزه، الصراحه كنت غادي نفرح لو قتلتك دابا، ولكن مازال محتاجينك. قلت لي علاش؟ علاش هادشي كامل؟ قال لي 7 سنين تقريبا وانت غابر، علاش جاي دابا؟ علاش باش تخسر لي حياتي؟ ها تلومني وتلوم داكشي اللي دارت ليلى؟ قلت لي ما بانت لك غير ليلى في البلان. قال لي اه، ليلى نهار شفتها اول مره عشقتها بغيتها. انا الوالد ديالي ولفني ناخذ اي حاجه عجباتني في بلاصه ما تلومني انايا. لومها هي، هي اللي بغاتني، وهي اللي واخا كانت معاك شاركتني الفراش. هو بلا ما تبكي، بلا ما تدرش رد الفعل. انت صاحبي ما منكش، اش غندير لك انايا؟ دفاني ديك اللحظه وتم غادي بيا، طاحت الارض وجوا خوتنا في الله كاملين. دوني لواحد البلاصه وشبعوا فيا تبواط وعصا، وانا غير مكمش في الارض كنكالي على وجهي. في وسط الروينه كامله سمع صوت ديب، وهاد الصوت ما كانش خافي عليا، هذا الصوت ديال لاكي. هزيت راسي ديك اللحظه، ضربه كتجيني للفم، ضربه كتجيني للعين، رغم ذلك كنحاول نسمع. ملي تاكدت ديك اللحظه بلي هذا الصوت ديال لاكي، بديت كنغوت. لاكي لاكي لاكي، خوتنا في الله بقاو كيكروا عليا بالضحك. ما كاملاش تقريبا 20 ثانيه بداو كيحسوا باصوات كثيره جايه من وسط الشجر وما عارفين شنو. كلشي هز السلاح ديالو، بقاو مكالين بعضياتهم بالدار وكيشوفوا جهه الغابه، بقاو كيتيروا بالقرطاس وكيشوفوا غير الخيال كيدوس. كلهم خافوا بواحد الدرجه كبيره بزاف، وبداو كيتيروا بطريقه عشوائيه حتى تقادوا السلاح ديالهم كامل. في هذا الوقت تم خارج من وسط الغابه واحد ديب وجهه كله سيكاتريس. من النظرة الاولى عرفت لاكي. نضيق اللحظة بصعوبة، كنعرج، الدم خارج لي من نيفي وفمي. قربت من حداه، طاحت على ركبيه، قرب من حدايا وبقى كيشم فيا، هو يتلاح عليه، بقيت كنبوس فيه وكنعنق فيه. حطيت راسي على راسو، قلت لاكي هادو هما اللي حطموا لي حياتي، هادو هما اللي دمروا كل شيء، هادو هما اللي تعدوا عليا. في ذاك الوقت لاكي دار واحد الصوت كيخلع، خرج نيابو، هز راسو ودار واحد الصوت وما يخرجوا الدياب بزاف، كانوا كشار بهم. تلاحوا على خوتنا في الله، بقاو كيغزوا فيهم، كنسمع غير صوت الغوات والبكاء والصوت ديال الدياب. بلا ما نشعر مشيت تلاحت عليهم حتى انايا. كيف ما كنت كندير في الغابه، شديت حمزه وبقيت جارو من رجليه، بعدتو عليهم وجلس حداه. قلت ليه غدرتيني، خنتيني ياك، حيت كنت نيا ولد الشعب باغي غير الحلال، وانت كنتي ديما كتغير مني ومحامنيش. دابا عاد عرفت بزاف ديال الحوايج، ولكن اليوم غادي تموت وبالطريقه اللي بغيت انايا. هزيت ديك لحظه الموس وبقيت كنتقف فيه ضربه ورا ضربه، بقيت كنضرب فيه ماتو كاع، ما حبس كاع. الدياب ديال المنطقه كلها تجمعوا ديك الليله،
بقاو كيقصيو. بقيت ديك اللحظه متكي انا ولاكي. في الصباح فاقش ما لقيتوش. جات هليكوبتر وكان فيها رئيس المنظمه. شافني في ديك الحاله الدمايا تستم. قبل ما يقرب ليا تم جاي كيجري لاكي. ما عرفتوش منين خرج. وقفت حدا وقلت ليه لا لاكي هذا معايا. القاطع كانوا واقفين من بعيد وكيتسناو الاشاره من لاكي. ديك اللحظه عرفت بلي لاكي ولا قائد. في هذا الوقت بقى كيعضني من سرواري وكيجرني. قال لي رئيس المنظمه كان ضرب اللي بغاك على شي حاجه. تميت غادي انا ولاكي. بقى غادي بيه حتى وصلني لواحد الشجره. قربت حدا وبانت لي واحد الديبه كتردع في دياب صغار. غير قربت حدا بدات كدير واحد الصوت غير قصة بيديه وهي تكالمه. بقيت كنلعب ليه مع وليداتو. من بعد تميت غادي راجع لجيت الهليكوبتر. مشيت انا ورئيس المنظمه وكان معنا واحد الدري كيخدم بالدرون. وقفنا قدام ديك الشجره وقدرنا اننا نهبطوا الحقيبه السوداء بالدرون. من بعد جا الوقت اللي غادي نتوادع فيه مع لاكي. عنقته بالجاد وتفارقت معاه بالدموع. قال لي رئيس المنظمه كون قام شفت هادشي بعينيا قام كنت غادي نصدق داكشي كامل اللي عاودتي لي قبل. كان وعدك انك وقت ما بغيتي تجي هنايا تشوفو غادي يجيبك البيلوت. قلت ليه شكرا بزاف. طرنا من تما نيشا لمدريد. وصلت القصر دخلت دوشت وقلت الرئيس خاصني نمشي نجيب الوالده وحش اختي. قال لي اصبر صاحبي تغدى معنا وديك الساعه سير. راه نيت جايين شي ناس مهمين باغيين يتلاقاو بيك. بقيت تما وصل وقت الغداء وجا واحد الراجل قال لي رئيس المنظمه هذا خوليو غادي يتكلف لك انه يعطيك شخصيه جديده وغادي يزور لك الوراق باش تقدر انك تعيش مرتاح. الوراق ديالك كلهم غادي يتبدلوا. هذا هو الحل باش تعيش مرتاح وبلا مشاكل. حطوا الغدا ديك اللحظه وهزيت الفورشيت. قال لي رئيس المنظمه طه كنحس بيك زربان. قلت لي سنوات ما شفت الوالده ولا اختي والحدود ساعه انا مازال خايف عليهم. قال لي ما تخافش الامور تحت السيطره. ها هما جاو الناس اللي كنتسناو فيهم. درت ديك اللحظه وانا نصدم. لقيت الوالده ديالي دافع اختي الصغيره في كروسه وشاده بنت صغيره بين يديها تكون عندها تقريبا شي 6 سنين ولا 7 سنين. وراهم كانت جوليانا معنقها لويس. وقفت ديك اللحظه وبقيت مصدوم. مشيت كنجري تلاحيت عليهم والدموع ما بغاوش يتحبسوا. بقيت كنبوس في اختي الصغيره وكنعاود عنقت الوالده بالجهد وحتى جوليانا ولويس. شفت ديك اللحظه البنت الصغيره وهي تقول لي بابا ما فهمت والو. بقيت كنشوف الوالده ومستغرب. قالت لي هذه بنتك وراه سميناها ساره كيف ما كنتي باغي. ليلى كان كيسحب ليها باللي حامله من حمزه حيت وقعت معاه في الخطا. حمزه مشى معاه في الخط وتقلبوا عليك بزوج. ولكن ملي تولدت ساره كانت نسخه منك. ليلى تخلات عليها ومشات مع حمزه لاسبانيا. ما كاين لاش يبقى فيك الحاله ولدي. ربي ما كيسد باب حتى كيحل بزاف ديال البيبان. وهاد الشهيبه اللي كاينه دابا كتبان ليا حسان من ديك الزرقاء ديال ليلى. هزيت ديك الهضره البنت الصغيره عنقتها بالجهد وبقات غير كتقول ليا بابا بابا. شفت ديك الهضره في اختي الصغيره وقلت لها علمتيها شنو تقولي هاك العفريته. بقات كضحك. مشيت ديك اللحظه عند جوليانا وقلت لها تقبلي بساره تكون بنتك زعما تكون بنتنا زعما تقبلي تزوجي بيها. نقزات الوالده وقالت لي على سلامتك وصافي راه خطبتها ليك ومن بابا هانيت. بقات كضحك جوليانا. تغدينا مجموعين. رئيس منظمه الحقيبه اللي كانت بين يديه فيها معلومات كسوة وثروة كبيرة. داكشي علاش دار كل ما بجهدو باش يساعدني. شرا لنا فيرما
ما بعيدات بزاف على القصر، وخلى جوج ديال الحراس فيكس يحديونا ليل ونهار. بديت انا ولويس بروجي في داكشي اللي كيعرف في الفلاحه. جمعنا كاملين عائله وحده وكنا كلنا منسجمين. زوجت انا وجوليانا وعشنا في سعاده، شيء من البساطه وبزاف ديال الحب. من بعد تقريبا مده ديال الوقت اتصل بيا رئيس المنظمه وقال لي ليلى شنو بغيتي يكون المصير ديالها. قلت لي عندها ولد صغير ما عنده حتى شي ذنب في هذه الحياه، المهم هي انكم ما بغيتاش تبقى تدور نفس باليون. بقات الحياه ديالي غدا نورمال. من بعد تقريبا عام فاجأني رئيس المنظمه باش نكون انا هو البوديغارد ديالو. من بعد ما قعدوا لي الدواسة وبدوا لي السمية وبدوا لي الهوية ديالي باش نقدر نعيش نورمال وبعيدا عن المشاكل. في النهاية خدمت الخدمة اللي كنت كنتمناها من صغر. كانت هذه هي القصة ديالي. حاولت نبارطاجي معكم شي حوايج عشتهم، حاولت نوصل لكم بزاف ديال لي سونتيمون. تعرفوا انا الثقة ما كيناش، الثقة العمياء كتكون غير في الوالدين وما تبقى لا. هادشي ما كيعنيش انه الناس كلهم خايبين، بالعكس كاينين بزاف ديال الناس مزيانين، ولكن بعض الاحيان الظروف كتفرض عليك انك ما ديرش الثقة. كنبغيكم بزاف، حاولت نوصل لكم الاسوار واخا صوتي كان مهلوك مريض بزاف، ولكن ما بغيت نزيد نغبر عليكم. كنموت عليكم كاملين الخوت واحد واحد وحده وحده كيف ما كنتو. وديما سفيان ستوريز. كانت هذه هي نهاية القصة. إذا كنتي أول مرة غادي تشوف قناة سفيان ستوريز، خلي اشتراك لايك وما تنساش ديما سفيان ستوريز. يا ربي سهلك يا ربي. آمين.